ليندا اهلا وسهلا فيك بزهره الخليج، اشتقنا لك، صرنا زمان ما شفناك. اهلين باسامه، اهلا وسهلا، منورين مصر ومنورين الجونه. خبريني عن الجونه بسرعه هيك، بالنسبه لك شو بيعني لك طالما انك انت صرت نص مصريه اليوم؟ بالنسبه لي انا اي فعاليه فنيه عربيه بالدرجه الاولى بفرح فيها وبفتخر فيها، لانه هيدي الفعاليات بتوصل للعالم كله رساله انه نحن كعرب بلاد فن وحضاره وحريه وفكر وثقافه، مو مثل ما اي طرف يبقى عايز يوصل ان احنا بلاد تزمت او فكر متخلف او الى اخره. مثل ما بتكون المعارض الثقافيه والفنيه هذا كله رساله للعالم بهذا الموضوع، واليوم الرساله اكبر انه نحن اليوم برغم الظرف الصعب الوباء اللي منتشر بكل العالم قادرين بالوطن العربي، مثل ما صار بفينيسيا، مثل ما صار باكثر من بلد، مهرجان سينمائي او فعاليات فنيه بس مع اخذ الاحتياطات، نحن كمان قادرين اليوم بالوطن العربي وببلد بام الدنيا مصر انه نعمل مهرجانات وفعاليات فنيه مع اخذ الحيطه ورساله للعالم. اليوم مثل ما انت شايف اسامه، مثل ما الكل شافه يمكن امبارح بالافتتاح، اجوا نجوم من العالم كله، صح، اجوا مخرجين واجوا صناع افلام من العالم كله، ما كانوا خايفين، اكيد انهم خايفين واكيد اخذوا احتياطاتهم، بس بالاخر نحن لازم نوصل للناس نحن رساله عشاق الحياه، بدنا نعيش. هذا لا يعني انه يقول لك اليوم انت حاطط الكمامه هلا بس نزلتها مشان تحكي معي، صح. وانا نفس الشيء وكلياتنا رح ناخذ احتياطاتنا بس بدنا ندافع عن حياتنا وعن وجودنا وعن حضارتنا وعن فكرنا. انت اليوم عضو لجنه تحكيم بمهرجان الجونه، سربي لنا هيك شو النتائج الاوليه؟ خلينا يلا اسامه بدوني سرب له نتائج مشان يمشوني، بس لو بيعرف نادي الشيء ممنوع. لسه ما تابعنا، بكره اول يوم سكرينينج، بكره اول يوم عروض للجنه التحكيم، انا بلجنه تحكيم الافلام القصيره شورت فيلمز، بحب كثير هيدا النوع ودائما بتابعه، حتى لما ما بكون بلجنه التحكيم بركض. انت بتعرفني اسامه، انا يمكن من مهرجان دمشق السينمائي عندي نفس الطالبه اللي بركض من فيلم لفيلم وبسجل ايام مهرجان دبي وابو ظبي. انا بستمتع بالافلام والمهرجانات، بالنسبه لي هي مشاهده افلام، يمكن الناس بتشوف بس الصوره اللي لها علاقه بالفساتين والريد كاربت، بس نحن بنحاول نقول للناس المهرجانات السينمائية أو الفنية هي ما لها بس عبارة عن فساتين وريد كاربت، في قيمة فنية لعشاق السينما، في أفلام سينمائية وندوات ودعم للصناع والفنانين الشباب مهم جدا، بيعملوا مهرجان الجونة، بيعملوا مهرجان القاهرة وبتعملوا المهرجانات العربية المهمة. اخيرا بعرف انت مستعجله، بس بدي اعرف شو الجديد اللي عم تعمليه هلا؟ انتهيت من تصوير ومن عرض مسلسل ضي القمر، والحمد لله عمل فيدباك انا ما كنت متخيلته، يعني نجاح الحمد لله كثير كبير وفيدباك رائع. عندي فيلم سينمائي كوميدي، متحمسه انه حيكون الرجعه بفيلم سينمائي كوميدي، وفي اكثر من مسلسل احتمال ادخل بمسلسل 10 حلقات او مسلسل 30، والحقيقه انا صرت مياله اكثر للمسلسلات الاصغر، لانه مكثفه بتقول فيها مسج سريعه، الناس صارت عم تحب تتابعها فصرت احب هيدا النوع. شكرا لك، اهلا فيك اسامه، مستنى انا شفتك. شكرا.